لسه مكملين معاكم مشاهدينا في أخبار معرض القاهرة الدولي للكتاب وجناح المملكة العربية السعودية بالمعرض. بيواصل استقبال لرواد المعرض من كل الفئات العمرية إلى جذبهم للتقنيات الحديثة وأساليب العرض المختلفة اللي اتبعها مسؤولي الجناح، وكم من أهمها مجسمات الأماكن المقدسة وسينما الأطفال. جناح السعودي شاهد حضور كبير من الطلاب اللي بيدرسوا دراسات عليا بالمعاهد والكليات الشرعية والمختصين باللغة العربية، اللي هم دايما بيبحثوا عن الجديد في إصدارات دور النشر السعودية. الحمد لله الجناح السعودي كل سنة الحمد لله متميز، خاصة في معرض القاهرة الدولي. السنة هذه يشارك بمساحة 2052 متر، عبارة عن 19 جهة حكومية سعودية مشاركة، منها معهد أبحاث الحج، ومنها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تعرض قصوة الكعبة كل سنة، ومنها بعض الجامعات، وأيضا في وزارة الدفاع مركز الحرب الفكرية ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. كل هذه الجهات مشاركة لأول مرة يعني السنة هذه. حبينا أن نتنوع عن المعتاد بحيث أنه نجيب مثلا نشرك في الطفل من ناحية المسابقات والسينما اللي يقدمها المركز، عفوا اللي يقدمها الجناح للطفل. ركن خاص بمركز الملك عبد العزيز الحوار الوطني يهتم بتعريف بنشر ثقافة الحوار، والمركز يسعى دائما لمد جسور التواصل الثقافي وتعزيز قيم التنوع والتعايش المجتمعي بين أفراد المجتمع. المطبوعات تتناول بعض الدراسات التي عمل عليها المركز، سواء كانت دراسات تعنى بالتلاحم الوطني والتعايش المجتمعي، وكذلك مطبوعات تتحدث عن بناء الجسور بين مختلف الثقافات. علاوة على ذلك نشارك بإصدارات خاصة بالطفل لتعزيز قيم ونشر ثقافة الحوار بين مختلف أفراد المجتمع. الإقبال كان ممتاز يعني منقطع النظير، وأنا أول مرة أشارك بهذا المعرض وقد أعجبت بما شفته يعني، والحضور جيد. مشاركتها في المعرض الدولي للكتاب هذه مفخرة إلى العالم العربي والإسلامي، وهذا تبادل الثقافي. وزارة الإعلام في السعودية تطمح أنها تشارك بجميع المعارض، بالأخص المعارض الدولية العامة في جميع قطاعات السعودية لنشر الوعي الثقافي ومد الجسر الفكري بين جميع المناطق. ما شاء الله الرفوف بدأت تخلص يعني عندنا، والإقبال ما شاء الله من جميع الجنسيات اللي بتكلموا عربي وغير الناطقين بالعربي كمان يعني، وحاجة متميزة يعني. طبعا الحمد لله في إقبال على المعرض وفي نسبة حضور كبيرة، وإحنا عندنا الكتب، عندنا كتب متنوعة، فيها كتب سياسية في السياسة، فيها كتب دينية، فيها كتب علمية، فيها كتب طبية متخصصة، يعني فيه تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الكتب. نحن نتحدث عن معرض دولي بحجم معرض القاهرة، هو تظاهرة ثقافية الحقيقة كبيرة، ليس فقط بحضور دور النشر والكتب والمنشورات، وإنما أيضا بالفعاليات الثقافية التي تعقد على هامش هذا المعرض. السعودية لا يمكن أن تغيب عن مشهد حضاري بهذا المستوى. حقيقة لفتني المركز السعودي ليس بكبر الحجم، وهذا حقيقة هو يعتبر من أكبر الأجنحة، ولكن بما يضمه من كتب ومنشورات ومطبوعات تعكس حضارة وتاريخ وثقافة المملكة.
احنا بنعلم الطفل ازاي ينقب عن الديناصورز وازاي يجمع الفوسيلز ويركبها. كمان ناسا كيدز او سايكيدز الفضاء بنخليه يتعرف على المجموعه الشمسيه زي ما حضرتك شايفها. المجموعه الشمسيه بيبدا يتعرف على كل خصائص الكوكب عن طريق 3D بازل، بيبدا يكونه ويتعرف على كل خصائص الكواكب اللي موجوده من المجموعه الشمسيه. كمان انجينيرو بيبدا نعلمه الكونسبت او فكره الهندسه قايمه على ايه.